تسلم فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص في القصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا أوراق اعتماد سعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية قبرص المقيم في تل أبيب. وقد نقل سعادة السفير لفخامة الرئيس القبرصي تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، معربا عن اعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى جمهورية قبرص وحرصه على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين. ومن جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية قبرص سعادة السفير بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياته لمملكة البحرين حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء والازدهار والتوفيق لسعادة السفير في مهام عمله الدبلوماسي في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.